تدريجيا يتعافى الريال اليمني أمام العملات الأجنبية التي سجلت ارتفاعا قياسيا خلال الفترة الماضية، علاوة عن تضخم السوق المحلية التي أخذ التجار على عاتقهم التلاعب بقيمتها الشرائية ورفع أسعار المواد إلى ضعف ما كانت عليه. الأسعار تنزل تدريجيا من أمس، من قبل أمس. اليوم بنشتري ب 140 سعودي ونبيع ب 145. الدولار من 560 ونبيع ب 580. والأسعار كل يوم تنزل. تراجع الريال اليمني أو تعافيه مجددا مقابل العملات الأجنبية لا فرق في ذلك، يبدو السكان هنا ارتياحهم وانزعاجهم في ذات الوقت، سيما وأن تجار السوق والحرب لم يلتزموا بتسعيرات الصعود والهبوط للعملة واكتفوا برفع أسعار المواد الشرائية وبيعها للمواطنين بتسعيراتها الباكضة والتي وصل فيها سعر الدقيق إلى 15,000 ريال للكيس الواحد، ومثله الأرز والزيت، دون مراعاة فارق الصرف والنظر إلى واقع الأزمة الخانقة التي يعيش ويلاتها اليمنيون على امتداد البلاد. السعودي نزل والمواد الغذائية غالية، احنا نشيل الكيس ب 15,000 الطحين. ايوه ما نزل. ايه والقطمة السكر ب 4,000 ما نرد. ايه مقاضي مكانها والصرف نزل. يقول المواطنون في الجوف إنه رغم التحسن الذي تشهده العملة الوطنية مؤخرا لا تزال أسعار المواد مرتكبة كما هي، فيما السلطات المحلية لم تفعل دورها الرقابي على التجار وعملية البيع والشراء. أنا صحت على أكثر من 20 دكان اليوم وأقول خاف والله سعر ولا لا 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 خفوا الأسعار، والآن التجار يبغون معاملة ثانية. الحين فيه دولة ولا تتنازل من القبيلة، والقبيلة ما تصرف مع الدولة مع الدكاكين. بين جحيم الأزمة ونار أسعارها يكتو المواطنون في هذه المحافظة ومثلهم الكثير في كل محافظات البلاد، ولسان حالهم يقول ثمة من يخلق الأزمة ويتلاعب بقوت الناس الضروري، إنهم تجار الحرب. علي الجرادي، قناة بلقيس، الجوف.